اوه انا جيت الحضانة، وحشتني جدا الحضانة، كان بقالنا كتير جدا واخدين اجازة. عايزة العب بقى، العب ايه؟ ميس انشراح، ميس انشراح، انا جيت الحضانة بدري. جوليان ازيك، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ بص انا ملحقتش اوضب الحضانة، ممكن تيجي تتطبع معايا؟ اه طبعا يا ميس، اتطبع معاكي طبعا. يلا يا حبيبي تعالى اوضب معايا عشان قبل ما الناس كلها تيجي ولا الحضانة كويسة. اوكي مفيش مشكلة، اوضب بقى ايه؟ اوضب ايه؟ ممكن ابتدي بأوضة الجيم، احب ان انا اوضبها. طيب روح اوضبها بقى، ولو عوزت اي حاجة ناديني. اوكي بعد كده هخليك تقعد تلعب براحتك زي ما انت عايز. ايه ترى بقى اوضب ايه؟ اوضب ايه؟ ايه ده، دي اهي متكركبة خالص، اللعب في كل حتة. طيب انا هحاول بقى ان انا اظبطها، احط بقى الازايز مكانها وايه، واشيل اللعبة دي. اوكي هاخد بس الازايز الاول واحطهم بقى كده ايه هناك. اهلا بيكم، ازيك يا ميس، عامل ايه؟ ممكن معلش يا ميس اخويا الصغير يجي يقعد معانا النهارده؟ اه طبعا اوكي يا حبيبي، بص كنت رحت تساعد جولين، هو قاعد بيوضب في اوضه الجيم. اوكي ميس اخويا الصغير يجي يقعد يلعب معايا. انا بلم اهو الازايز كده، فاضل لي راح احطهم في السبت. اه كرة الباسكت كعبلتني، انا وقعت وقعة صعبة قوي. ايه ده، انت كويس يا جوليان؟ اه انا كويس، كرة الباسكت بس كعبلتني. ايه يا جوليان ده اللي حصل؟ يا نهاري، انت عينك بقت لونها زرقاء خالص، اللي انت عملته؟ ابدا يا ميس، اصلي اتكعبلت ورحت الازايز دخلوا في عيني. يا حبيبي سلامتك، الف سلامة، انت عينك كلها بقت زرقاء، تعالى احاول اعملك كمادات. ايه ده، انا اول مرة اشوفه حد عينه لونها زرقاء كده، شكله بيضحك اوي. مين الواد الرخم ده جاي يعمل معانا ايه هنا؟ ابدا ده اخويا، مالكش دعوة بيه. طيب ماشي. ايه ده، الله انا وحشتني جدا الحضانة، عايزة اقعد العب فيها. اوه هاي، ازيك عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. شفتي اخويا الصغير؟ ايه ده، الله يا خالتي شكله حلو جدا، اسمه ايه؟ اسمه اسماعيل. اهلا اهلا، ازيك يا اسماعيل، عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. ايه ده يا حرام، ايه اللي حصل لك يا جوليان؟ انت عينك بقت لونها زرقاء جدا. ابدا اتكعبلت وقعت وانا كنت بنظف والازازة دخلت في عيني. يا حرام، بس اكيد شكلك وحش جدا، ان بيبي هو اللي كسبك. بيبي يكسبني في ايه؟ مش كنتوا بتعملوا سباق؟ لا ما كناش بنعمل سباق، لا كنا بنعمل سباق، البيبي الصغير قال لي كده. ايه ده، العيال كلهم جم؟ اهلا بيكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. شفتوا اللي حصل؟ مش جوليان كان بيعمل سباق مع بيبي والبيبي هو اللي كسب وجوليان عينه بقت زرقاء؟ ايوه انا كنت بعمل سباق معاه وعينه بقت زرقاء عشان انا اللي كسبت. ايه ده، طفل يكسب جوليان؟ ها 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 ها، دي بقى شكله مسخرة جدا، ازاي يعمل معاه كده؟ انا مش عارفة الصراحة ازاي يعمل كده، بس جوليان بقى شكله مسخرة جدا. ملكوش دعوة بيا، بقول لكم عيني بقت زرقاء عشان خاطر انا اتكعبلت وقعت، ما كنتش بعمل مع طفل سباق ولا حاجة. انا هعمل مع طفل سباق ليه اصلا؟ مش عارفين، قولنا انت كنت بتعمل معاه السباق ليه؟ مش عيب بقى طفل صغير كده يكسبك؟ بقول لكم ما عملت السباق مع حد، انا كنت ماشي لوحدي واتكعبلت وقعت عيني زرقت. انتوا مصدقيني مش مصدقين دي حاجه ترجع لكم؟ يا حرام، مش عايز يقول ان الطفل الصغير ده كذبه. يلا مش مشكله، احنا مصدقينك، احنا مصدقينك، انا ما بكدبش، انا هعمل مع طفل صغير سباق اصلا ليه؟ معلش يا جوليان، انا عارفه ان انت محرج قوي عشان طفل صغير يكسبك، بس خلاص صدقني مفيش مشكله. اوه ايوه ده كان اخويا. لا انا عارف ان هو الكعبل وقع. ايوه بقولك اتكعبلت وقعت، مش طفل صغير عم عايز بقى ولا حاجه. يوه انا عارفه ان جوليان مكسوف جدا والناس كلها بتكذب عشان خاطر ما يبقاش شكله وحش اوي كده. اه انا اتكعبلت وقعت. ده ايه ده، انتي كويسه؟ يعني دي وقعت وقعه جامده قوي. اه انا كويسه. يا نهاري، انت عينك بقت زرقاء انت كمان. ها 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 هاي، عشان تعرفي بقى ان انت ما كانش سباق. هو في ايه النهارده، عمالين بتقعوا عليه عينكوا تزرق؟
شفت يا ميسة سكة بتتريق عليا وبتقولي ان طفل ومش طفل هو اللي هيكسبني، راحت وقعت هي كمان وعينيها زرقت عشان ما بقاش انا لوحدي. ها 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 هاي عشان تبطل ترخم عليا وتعرف ان انا جيلي محدش رخم عليا خالص. يا حرام، النهارده في 2 عينيهم ازرق، ودي بتوجع قوي يعني، دول وقعوا وقعه جامده قوي، اتمنى ان هم يخفوا بسرعه، دول فعلا كانوا وحشين قوي قوي قوي. انا مش عارف بصراحه ايه الحضانه اللي كل الناس بتقع فيها دي. يا جماعه ركزوا شويه، مش عايزه اي حد فيكم يقع تاني، سامعين؟ حاضر يا ميس انشرح.